الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الإخوة والآباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش الناس هذه الأيام في شهور عظيمة، وهي الأشهر الحرم، أشهر الحج، والتي يتقرب فيها المسلمون لربهم تبارك وتعالى بأداء هذه الفريضة العظيمة لمن استطاع إليها سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه العبادة هي من أعظم مظاهر وشعائر الإسلام وشعائر هذه الأمة. والإنسان دائما ما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليحج بيت الله تبارك وتعالى، لينال هذا الأجر، وليأتي بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. وقد ارتبط الحج ببيت الله، ولا يجوز للإنسان أن يحج إلا لبيت الله تبارك وتعالى. وقد يستغرب كثير من الناس ويقول: لماذا تقولون هذا الكلام؟ لأنه في ناس بيمشي يحج في غير بيت الله تبارك وتعالى، ويطيفون بغير بيت الله سبحانه وتعالى. قبل ما تمرق برا السودان، بتجي هنا في السودان تلقى في ناس بيطوفوا بالقبور ويمشي يتمسحوا بها، فهمت؟ ويسألوا الناس المدفونين جوا، ويشيلوا التراب بتاع القبر، والمرأة دايرة تعرس والدايرة تولد، وزي ما قالوا: إن أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ودي ذاتها فوق إنها شرك بلادة، لأنه أنت زول دفنته وكفنته وربطته وجردته من ثيابه ودفنته جوا وكتمت نفسه بالتراب، لو كان عنده نفس ما ممكن تاني تجي تسأله. البهيمة ما بتعمل كده، فهمت؟ البهيمة ما ممكن تعمل كده، عرفت؟ فالشغل ده شغال الآن في العالم، لغاية ما جابوا مقطع لواحد مصري، فهمت؟ قال أظنه يوم قفلوا أو منعوا زيارة قبر الحسين، قال: دي مشكلة كبيرة جدا كونه يمنعوا قبر الحسين، لأنه إذا كان الحسين من النبي فالزول الدار يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بخش إلا عن طريق الحسين، وما دام قفلوا الباب بتاع قبر الحسين معناه ما في طريقة للرسول صلى الله عليه وسلم. وده زول مجنون في مخه، فهمت؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى ما بيمشوا له بالقبور، ربنا سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالعبادات. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فهمت؟ فربنا بتتقرب لله سبحانه وتعالى بأداء العبادات، من إصحاح العقائد وتنقية القلوب من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن التعلق بغير الله إلى غير ذلك، ثم بأداء الفرائض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه العبادات: فرائض، فريضة الحج،
فريضة الصلوات، فريضة رمضان، أداء الزكاة إذا كان وجب عليك، إلى غير ذلك، بر الوالدين، أداء الحقوق، حقوق الجار، غير من الحقوق، تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذه العبادات. وبعدين الحديث اللي ذكرناه قبل شوية ده ما عنده علاقة بالصوفية، من عاد لي وليا، الصوفي طوالي تلقاه جرى طاقته، يا ذل طاقتك دي خيطة في راسك، انت ما عندك علاقة بالحديث ده، فهمت؟ الحديث ده ما عندك به أي علاقة، لأنه أنت ما من أولياء الله، وإنما أنت من أولياء الشيطان ومن أولياء إبليس، لأنك عدو لله يا صوفي يا شيخ الطريقة، أنت عدو لله، ما ممكن تكون ولي لله. بتاع التجانية يجي يقول لك قال رجلي فوق رقبة كل ولي من لدن آدم إلى أن ينفخ في الصور، ده معقول يكون ده ولي لله سبحانه وتعالى؟ وكذب كثير جدا. تاع الطريقة القادرية تلقاه يجي يقول لك تناديني أنا من دون الله، ويقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي. بتاع الختمية يقول لك أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، فهمت؟ وفي هذا الحديث من الفوائد إنه أحب الأعمال إلى الله أداء الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وده فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من خلقه وما شاء الله سبحانه وتعالى، بخلاف منهج الأشاعرة والصوفية المجارم. كذلك هذا الحديث ليس فيه أن الأولياء يصلون إلى مرتبة الخالق وأنهم يصيرون آلهة مع الله سبحانه وتعالى، لأن الصوفي بيستدل لك بالحديث ده يقول لك كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لو ناديت أبويا الشيخ وانت في أي محلة بناديك. زمان أن احنا حفظونا في المدرسة في الأساس، عندنا كان أستاذ تابع لشبكة الشكينيبة من الصباح من الطابور، قل لك انت يا الشكينيبة دولة بترتيبة باقية لنا قريبة، قال لك دولة عديل بترتيبة، وده فيه خروج على السلطان، لكن صوفية قليل الأدب سيقال عاملين حزب، أصبر لهم جايينهم، بس احنا دايرين بيتنا النظام الأساسي تاع الحزب، ويمرق لنا أول منشور للحزب ده عشان ننجمه لك، احنا لابدين لك بس انت كالراجل بس ادينا وسيغة بس رشدت للحزب ده عشان نجي ننجمك، فهمت؟ المهم فقال بيقول لك ارفع السماعة تلقى رغم الغاعة باقية لنا قريبة. ارفع السماعة معناها شنو؟ معناها تنادي الفكي وانت في اي محلة. قالوا الشيخ بيلحقك لو كنت في جبل قاف او في بحر المالح او في سد اسكندر، فهمت؟ وبجيبوا لك طبعا الصوفية حاجات حتى في جوجل ايرث ماف، يعني لو مشيت سألت الاطلس ولا فتحت الخريطة المحلات دي ما بتلقاها، المحلات اللي بيقولوها دي، لكن داري يوصل لك انه الشيخ بيلحقك اذا انت كنت في مصيبة وفي غم، الشيخ بيلحقك. وربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا أراد الله بك ضرا فإنه لا يكشف عنك هذا الضر ولا يخرجك مما أنت فيه من المصيبة إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا دعوت غير الله لن تخرج ولن تكشف مصيبتك. ربنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون. بعدين أبوك الشيخ لو قلت بيسمع ما بيقدر يلحقك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون قشرة نواة البلحة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والشيخ تلقاه زي أزرق طيبة، أزرق طيبة ده عرفته أخير منه الموتر الباجاج الكاسر نص مكنة، والله جد
زول منتهي وقديم، اصل ده يحصلك كيف؟ ده يحصلك كيف؟ فهمت؟ ازرق طيبه ده ممكن الجداد الشمكل وترميه، واحد تلقاه يقول لك يا ازرق طيبه أوه. ما عنده حاجه. واحد ينادي في الركيني، واحد ينادي في الختم، واحد ينادي في البرعي، يا ده الناس ما عندهم حاجه، ما بيحصلوك ذاته، ما بحصلك، لو واقف جنبك ما يحصلك. فهمت؟ ابوك الشيخ ده جنبك ما بحصلك، وابوك الشيخ بياكل قروشك باقي لك بينفعك؟ تلقى الشيخ مادي لك ايده وقالب لك كده، انت قايل قالب ليه؟ عشان تسلمه هنا البياض، بيمسك البياض بالاثنين ديل، ما الشيخ خطير اخطر مما كان تصرف الالي، والله جد بيمسكها كده وبيدخلها جوا بحركه غريبه جدا. فهمت؟ فما بيلحقك، عرفت؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يوفقه فلا يسمع إلا ما يرضي الله من القرآن ومن الذكر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. وكذلك قوله كنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح ويوفقه فلا يستعمل هذه الجوارح التي هي من نعمة الله عليه إلا فيما يرضي الله. عرفت؟ عشان كده في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله ولئن سألني، وكتو حصل مرحلة بقى الله تاني حيسأل الله، لأنه قال لك ولئن سألني لأعطينه. طيب وقت حصل مرحلة القد والغوث وإنه الشيخ بيلحقك تاني سائل الله في شنو ذاته؟ قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني. تعرف استعاذني معناه شنو؟ معناه احتمى بالله من شرور ما يخاف. عرفته؟ انت لما تكون خايف من حاجة بتستعيذ، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لما تنزل منزل تقول أعوذ، أي أحتمي والتجي بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، أي أحتمي برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس، أي أحتمي برب الناس. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أي أحتمي بك من همزات الشياطين. فهمت؟ وده كلام كثير يطول. فعبادة الحج كغيرها من العبادات أول حاجة بيشترط لها الإسلام، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع أرسل أبا هريرة ثم أعقبه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام رسل أبو هريرة ألا يطوفن ألا يحج العام، ألا يحج بعد العام مشرك، ألا يطوف بالبيت عريان، لأنه زمان العرب كان بيحجوا عريانين. ليه بيحجوا عريانين؟ قالوا نحن الهدوم اللي لابسينها دي مالها بتاع حرام، لأنهم كانوا بتاعين قمار، بتاعين ميسر، وريبا إلى آخر، فكانوا بيعظموا البيت. وده فيه دليل على كونه إنه الإنسان لما يجي يجيب لك متحة يقول لك الطائرة السودانية قوماك بها، يقول لك يا سلام، ياخذها بحب البيت. المشركين ذاتهم كانوا بحبوا البيت، المشركين ذاتهم كانوا بحبوا البيت وبعظموا البيت، وإن كان تعظيمهم ده غلط لكن كان بعظموا البيت. عشان كده كان حتى المرأة ذاتها كانت بتطوف عريانة وتغطي سوءتها وعورتها، أنت فاهم؟ فما كان بيحج بالملابس اللي بيعتقدوا إنهم عصوا فيها الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال تاني بني آدم بعد العام لا يطوف بالبيت وهو عريان، وأن لا يحج بعد العام مشرك. فهمت؟ يعني واحد تلقاه شايل له حجبات ولغاية ما وصل خاشي لجدة، فهمت؟ والزول تلقاه الزول تلقاه يعني شايل معاه الإحرام، فهمت؟ ودع أهله كده وماشي للمشاعر، وعنده عقيدة في المكاشف، وعنده عقيدة في الكباشي، ما تطوف بالبيت، ما عندك حج، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ده حديث أبي هريرة، أبوك الشيخ ما بوريك له،
أبوك الشيخ مجرم كبير، ما بوريك الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحج العام لا يحج بعد العام مشرك. مشرك ما عندك حج، بتعتقد انه الاولياء بينفعوا يضروا ما تحج البيت، بتعتقد انه الاولياء بيعلموا الغيب زي ما قال لك البرعي قوماك نزاور الاولياء الاقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، انت ما عندك حج ولا تمشي الحج. فهمت؟ بتعتقد انه الياغوت ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى وتناديه في الشدائد وتقول يا الياغوت اكمل وفود، ما عندك حج. تعتقد في الركاني ها انه الركاني بيلحقك في الشدائد وانه بيديك الجنة اول زي رقاب بيديك الجنة، انت ما عندك حج ولا عندك اي عبادة من العبادات، لا حج ولا غير حج، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لأنه الذين بنوا بيت الله الذي يحج إليه الناس ديل من أفاضل الأنبياء والمرسلين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. ربنا قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما جخش مكة لقى فيها 360 صنم، بقى يطعنهم بالرمح بتاعه عليه الصلاة والسلام ويتلو قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دارين تجي تجيبوا لنا أوثان جديدة عرفتها، وتجيبوا قباب وتجيبوا أضرحة وتجيبوا مزارات وبيانات، ودارين تحجوا ودارين يكون حجكم مقبول، لابد أن تهدم هذه العقائد الفاسدة الفارغة في قلوب المسلمين. داير تحج لله سبحانه وتعالى، داير تتقرب لربنا سبحانه وتعالى، داير تخش جنة الله سبحانه وتعالى، تجي لربنا سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة. لأنه ربنا في سورة الحج، سورة الحج ذاته قال، ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إبراهيم عليه السلام هو اللي بنى البيت، بيت ربنا سبحانه وتعالى الذي تهواه القلوب أن تحج إليه وأن تقيم فيه الشعائر والنسب. إبراهيم عليه السلام الذي بناه وشرفه الله ببناء هذا البيت، ربنا قال ولقد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ما تشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الإمام القدوة العلم الذي قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى ترضى عنه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملته. فهمت؟ ربنا قال له ما تشرك بالله، يجيك 500 صوفي عاملين للناس زحمة في الحج، عاملين للمسلمين زحمة في الحج، فهمت؟ وزحمة في المشاعر، ودار يرمي الجمرات. أن احنا الشغلة دي لو عندنا بنربطك في السارية دي ذاتها، السارية اللي بيرموا بها الجمرات دي نربطك فيها، والله الذي لا إله غيره، أنت أحق بالرجم، فهمت؟ دي شعيرة من الشعائر، نجي نربطك فيها، المسلمين يرجموك أنت وشياطينك، فهمت؟ لأنه ده يا إخواننا ده زول مجرم. انت يا زول بتأصل للشرك ما اشتحق ايه؟ ويقول لك انا ان شاء الله السنة الجاية حكون مرشد الحجاج، الله يستر الحجاج المساكين التابعينك انت، فهمت؟ ده زول مجرم من المجارمة وزول ضال من الضلال، ها داير يركب في الناس العقائد الفاسدة والعقائد الشركية بين المسلمين. ولذلك شوف الايام بتاعت الحج دي ايام بتاعت التوحيد، الأيام بتاعت الحج دي أيام تتذكر فوق التوحيد وتتذكر فوق عبادة الله سبحانه وتعالى، والمسلم يتجرد لله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتجرد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبله. فهمت؟ وبتجي لربنا سبحانه وتعالى لابس الإحرام إزار ورداء وعليك أثر السفر، تتقرب لله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله عز وجل عشان ربنا يغفر لك.
تقوم تجي لربنا سبحانه وتعالى بعقائد. يقفي مقطع لافي لسودانيين قاعدين في الخيم بتاعتهم. الناس قاعدين في الخيم بدل ما يعبدوا الله في الحج ذاته، المخيمات تحت الحجيج، الجماعة مدورين النوبة جوا، فضيحة كبيرة. عمك كبير صلعته ذاته عشان تقوم تاني دار لها 12 مطر، زول كبير جدا، فهمت؟ شغالين دلوكة والجماعة قاعدين يرقصوا. يا ناس ده بيت الله. ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا شنو؟ مكاء وتصدية. شفت الرقيص والصفير؟ ده الشغل بتاع المشركين، فهمت؟ لكن يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بالطرق دي. فواحدين كمان من الصوفية شايفين كونه ذاته تحج للبيت ده ذاته موضوع ذاته يستوي هو وإن حججت إلى الفقيه، وده كلام مسطر في الكتب. قال لك البرعي بيتكلم عن شيخه، قال رؤياه، قال زيارته حجة ورؤياه عيد. زيارته تعتبر حجة، ربنا قال بيكتب لك حجة. فيات حديث يا البرعي ولا فيات آية؟ قال ورؤياه عيد، لما انت تشوف الشيخ كأنك انت معيد، فهمت؟ وده كله يا اخواننا لعب. ويقول لك ان فاتك الحجاز امشي ابو حراس، فهمت؟ تمشي تطوف بالقبب، تمشي تمرق من الدين الاسلامي، وتقع في اشد من دين المشركين الاوائل. ولذلك يا اخواننا انت لو بتعرف ليك زول داري حج قول له العقيده كيف، لانه الحج بقى غالي. واذا انت دافع مال كثير وترجو الثواب الجزيل مع هذا المال عليك تصحح العقيده. لكن زول تلقاه دافع قروش كثيره وعنده عقيده فاسده، فهمت؟ ده ما عنده اي حاجه. قروشك دي امشي اشتري بها كتب بتاع التوحيد، يتعلم التوحيد ويتعلم العقيده الصحيحه قبل ما تسافر، قبل ما تنوي الحج. افتح الفرصه للشيخ ابو بكر.